here. فترات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، وصباح الخير عليك يا عبد الصمد. صباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل المشاهدين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة يوم الأربعاء الموافق 12 إبريل 21 رمضان. خلاص بقى الأيام الحلوة بتجري بسرعة، يعني بنتكلم عن العشر الأواخر في شهر رمضان. ربنا يجعلهم يعني أيام رحمة ومغفرة وعتق من النار. امبارح كانت ليلة فطرية، ليلة فردية، بنتكلم على ليلة من المحتمل اللي هي تكون ليلة من يعني ليلة القدر تحديدا، اللي زي ما قال ربنا في كتابه المبين إن يعني ليلة القدر خير من ألف شهر. وإحنا بنتكلم على ليلة القدر والعشر الأواخر تحديدا، بنتكلم على دعاء من الأدعية المستحبة للرسول عليه الصلاة والسلام لما سألت السيدة عائشة رضي الله عنها الرسول وقالت له بما أدعو في هذه الليلة، فقال اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أكيد الأدعية كتير يا منا والدعاء كتير، ويمكن ده الدعاء اللي أوصى به الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أنا بشوف طبعا ندعي بالدعاء ده، لكن ربك رب قلوب، ادعي باللي في قلبك، اللي على لسانك واللي على قلبك واللي انت محتاجة فعلا من ربنا عشان يكون في صدق وإخلاص في الدعاء تحديدا. انت بتدعي تقولي ايه في العشر الأواخر؟ مش بعرف يبقى عندي حاجة ثابتة أدعي بيها يا عبد الصمد، كل وقت ببقى حاسة فيه إن أنا محتاجة حاجة بقولها. صحيح. وساعات ما بقولهاش، أبص كده وأقول يا رب أنت العالم بحالي وغني عن سؤالي. صحيح. بعدها ببقى يعني مش عارفة أتكلم. لا ساعات بتبقى مش عارف تعبر، ساعات بتبقى مش عارف تدعي، ساعات بتبقى يا إما مبسوط قوي وعايز تشكر ربنا، يا إما ضيقة قوي وحاسس إنها محتاجة تفرج عليك، فبتبقى مش عارف تعمل إيه. صحيح. فوقتها أنا ما بعرفش أدعي، بفضل بس كده بدعي بقلبي، ما بعرفش ما عنديش دعاء منطوق ثابت يعني أدعي. عارفة من الأدعية برضو اللي بحبها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يعني أنا بحس اللي هو زي ما أنت ما قلتي، أحيانا أنا ممكن أرفع إيدي بس وأقول يا رب. يا رب إيه بقى؟ هو ربنا عارف باللي جوايا، ربنا أدرى ومطلع على اللي جوايا واللي أنا نفسي أقوله. وزي ما أنت قلتي أحيانا كتيرة قوي بتلاقي نفسك عاوزة تدعي بس مش عارفة تتكلمي. بعد ما بتكبر شويه، كل ما بتكبر اكتر، كل ما بتنضج بيبقى عندك نضج اكتر، كل ما اسلوبك في الدعاء بيختلف. صحيح. يعني زمان الواحد كان يقعد يقول يا رب لو فيها خير قربها ليا، بعد شويه الناس بقت، او الواحد يعني بتكلم عن نفسي، يا رب لو ما فيهاش خير خلي فيها خير وقربها ليا. شويه بقيت متمسك بعد شويه. كان زمان ما انا بقول لك بعد شويه ابتديت تعرف انه بجد ما بتمشيش كده، والله. صحيح. ما بتمشي كده، الواحد بيبقى عايز حاجه جدا ومش هي، وساعات بيبقى مش عايز حاجه خالص وهي دي. ففعلا يا رب يا رب ما بعرفش اقول غير كده. صحيح. يمكن ده دعائي انا وانتي، لكن اكيد الساده المشاهدين ليهم دعاء مختلف في يعني العشر الاواخر من رمضان تحديدا. زي ما بنقول الايام الحلوه بتجري بسرعه قوي يا جماعه، يعني لسه كنا بنقول كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، لحين النهارده خلاص بنتكلم في 9 أيام تقريبا، او ربما يكونوا 8، وانا شخصيا نفسي يبقوا 9. يا رب يا رب. طيب على اي حال مستنيين اجابتكم على سؤالنا النهارده اللي بيقول ايه الدعاء اللي بتحرص عليه في العشر الاواخر من رمضان، لان ده سؤالنا اللي موجود على صفحاتنا على الفيسبوك والسوشيال ميديا الخاصه ببرنامج صباح الخير يا مصر، وهنستعرضها طبعا كالمعتاد خلال الحلقه، ونشوف حضراتكم بتدعوا وتقولوا ايه. صباح الخير على حضراتكم. صباح الخير يا مصر.
كل واحد له الدعاء الأقرب لقلبه، كل واحد له طريقة معينة في الدعاء. خلينا نعرف من حضراتكم كل واحد بيدعي إزاي، لكن قبل ما نعرف من حضراتكم خلينا نروح لزميلتنا هالة الحملاوي ونصبح عليها، نتعرف منها على أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات، وكمان نعرف دعائها المفضل وطريقتها في الدعاء. هالة صباح الفل عليك. صباح الفل يا منة، صباح الفل يا عبد الصمد. يعني طريقتك في الدعاء ايه وبتدعي تقولي ايه؟ انا لاحظت حاجه وانتوا بتقولوا ان احنا كل ما بنكبر فعلا طريقتنا في الدعاء بتتغير، يعني انا لاحظت ان انا بعمل ده، بس انا بصراحه ماليش دعاء محدد، انا على حسب احتياجاتك في على حسب اليوم ده كمان، يعني اليوم ده ممكن مثلا اكون بدعي لحد من ولادي ينجح، او بكون بدعي لحد من امواتنا، او بكون بدعي مركزه قوي انه فك كرب مثلا، فبيبقى كل يوم يعني مفيش حاجه محدده، بيبقى كل يوم حسب احساس الواحد هو محتاج ايه من ربنا بس. طب يعني ربنا يستجيب الدعاء وادعي كده نبقى في حاله يعني البين ما بين الصيف والشتاء بقى، عاوزين نعرف ادعي. اسال دكتوره منار. حاضر. اتفضلي. شكرا يا عبد الصمد. خلونا نستعرض مع حضراتكم في الجوله المروريه وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي. الناس طبعا بدات تنزل، وهنبدا من الكورنيش، هنلاقي هناك كثافات مروريه متقطعه من المظلات باتجاه منطقه وسط البلد، اما الكورنيش المتجه للمؤسسه ففيه سيوله مروريه. عند كوبري اكتوبر المتجه للعباسيه هنلاقي هناك كثافات مروريه متقطعه حتى غمره، اما اللي مكمل في اتجاه العباسيه هنلاقي كثافات بسيطه بتزيد مع ساعات الذروه الصباحيه. في كمان كثافات اخرى في الاتجاه العكسي لكوبري اكتوبر بسبب زياده احمال السيارات، وكذلك الامر للمتجه من ميدان التحرير لمدينه نصر ومحور النصر وصولا للمنصه. ظهرت بعض الكثافات المتحركه بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعه وصولا الى الدائري، ولو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي ان هناك في برضه كثافات بالتزامن مع نزول الموظفين، ونفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مروريه نسبيه في الوقت الحالي. هنفضل مكملين لغايه كوبري الروضه، هناك برضه في بعض الكثافات المروريه. نروح بقى لمحافظة الجيزة، بيشهد شارع الهرم كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، وكمان بتظهر كثافات أخرى في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة، أما محور صفة اللبن ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة. لو رحنا شارع فيصل فبيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية ولحد الطلبية. محور 26 يوليو في سيولة للقادم من أكتوبر بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي، أما الاتجاه الآخر فناخد بالنا إن في تحويلة مرورية لمحور المهندس شريف إسماعيل والعودة مرة أخرى للمحور. أما القادم من أكتوبر في اتجاه الدائري نازل الطريق هيلاقي إنه الطريق مغلق والاتجاه إجباري ناحية نفق حازم حسن ومنه المحور 26 يوليو أو محور رود الفرج. ونروح لمحافظة القليوبية، القادم من الزراعي بتظهر كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، ولكن أصبحت أقل من المعتاد. بيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات، طبعا لصاحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري للمركبات. أما القادم من طريق شبرا بنها ومتجه لمدينة نصر ومصر الجديدة بيسلك محور العصارة يختصر ليه وقت طويل، أما الطريق الدائري بشكل عام فهو كويس ما عدا بعض المناطق اللي فيها أعمال بيكون فيها بعض الكثافات البسيطة. نكمل جولتنا المرورية ونروح بورسعيد، هنلاقي فيه سيولة مرورية في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات نتيجة هذا الوقت المعتاد من ساعة الذروة الصباحية، زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه بعض الكثافات المرورية مكملة لغاية آخر الشارع. ونبدأ مع حضراتكم أولى فقرتنا، الفقرة الإخبارية اللي زي ما متعودين معاكم فيها موضوعات وأخبار كتير حصلت خلال الأمس، يمكن أهمها أو أبرزها الاجتماع اللي عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للاطلاع على بيان بحركة الملاحة في قناة السويس، ده خلال الربع الأول من العام الجاري. وكمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع جهود تطوير صناعة الأثاث في مدينة الأثاث بدمياط، وكمان تم الإعلان عن أسماء الفائزين بالدورة الثالثة لجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2023. تفاصيل وأخبار أكثر خلينا نتابعها في التقرير اللي جاي.
في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطلاع على بيان بحركة الملاحة في قناة السويس خلال الربع الأول من العام الجاري، واللي أظهر ارتفاع أعداد السفن اللي مرت بالقناة بنسبة حوالي 20% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، مع ارتفاع الإيرادات لتسجل حوالي 2.3 مليار دولار بنسبة زيادة عن العام الماضي بلغت حوالي 35%، مع تسجيل القناة لأعلى معدل عبور يومي في تاريخها يوم 13 مارس الماضي بلغ 107 سفينة بحمولة 6.3 مليون طن. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة جهود تطوير صناعة الأثاث في مدينة الأثاث بدمياط، وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع بيأتي بهدف متابعة الجهود القائمة لتطوير مدينة دمياط للأثاث لتصبح مدينة صناعية متكاملة في ضوء ما تمثله محافظة دمياط كقلعة من قلاع الصناعة المصرية المتميزة في هذا المجال، وده في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساندة هذه الصناعة المهمة وتطويرها وتمكينها من المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لتداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دولياً، وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن كل اللحوم المتداولة بالأسواق سواء البلدي أو المستوردة سليمة وآمنة وخالية من أي هرمونات محظورة دولياً، وبتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات الرقابية المعنية للتأكد من سلامتها. امبارح تم الإعلان عن أسماء الفائزين بالدورة الثالثة لجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2023، واللي بتقام برعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية وبينظمها المجلس الأعلى للثقافة، والجائزة بتستهدف المبدعين من الأطفال والنشء من سن 5 ل 18 سنة، وتهدف للاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والأداب والفنون والابتكار، وضمن الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة. أما في جولة المحافظات معنا مجموعة من الأحداث والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، ومنها افتتاح أعمال تطوير وتجميل بوابة مدينة سيوة في محافظة مطروح، وصرف الدفعة 173 من قروض مشروعات شباب الخريجين في الدقهلية. ده الدقهلية، لكن المنوفية بلدي بقى حصل فيها أخبار من يعني نوع آخر وأخبار مختلفة، لأن امبارح تم الموافقة على ترخيص 31 مشروع زراعي في محافظة المنوفية. كمان تم بدء موسم حصاد القمح بإجمالي 436 ألف فدان في الوادي الجديد، وأكيد في أخبار تانية في المحافظات المختلفة هنعرفها من سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من مطروح اللي تم فيها افتتاح أعمال تطوير وتجميل بوابة مدينة سيوة وزراعة أشجار النخيل على الجانبين لمسافة 500 متر. في جامعة بني سويف قررت الجامعة صرف مكافأة 1000 جنيه لجميع العاملين الثابتين والمتعاقدين والمؤقتين بالمراكز والوحدات التابعة للجامعة وجميع الكليات، وده لجهودهم المبذولة للإعداد للترم الثاني والحفاظ على حسن سير العمل. في الدقهلية أعلنت المحافظة صرف الدفعة 173 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين دون فوائد دفعة شهر مارس بإجمالي 800 ألف جنيه موزعة على 19 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة. في الغربية تم الانتهاء من رصف شارع أبو الحسايب بمدينة زفتة بطول 1600 متر وعرض 18 متر للاتجاهين، وده بيعتبر أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة لأنه بيربط بين مدخل المدينة وموقف زفتة العام، وبيتردد عليه ما يقرب من 30 ألف مواطن يومياً. في بورسعيد تم الإعلان عن بدء موسم حصاد محصول القمح يوم 15 إبريل الجاري، وده على مساحة 10138 فدان على مستوى المحافظة، وبيتم تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على حصاد وتوريد محصول القمح بنطاق المحافظة لتذليل أي عقبات وضمان سهولة توريد محصول القمح. في المنوفية تمت الموافقة على استخراج 31 ترخيص تشغيل لمزارع دواجن ومناحل ومصانع ومحلات أعلاف، وده لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لإقامة المشروعات الزراعية والإنتاجية بهدف تنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين والمربين. في سوهاج شهدت المحافظة تشغيل مستشفى طهطا العام تجريبياً، وده بعد الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمستشفى قبل افتتاحها بشكل نهائي لخدمة المواطنين تزامناً مع احتفالات محافظة سوهاج بعيدها القومي. في القليوبية افتتحت جامعة بنها مقر المشروع الوطني للقراءة بمجمع الكليات بمدينة بنها،
وده مشروع ثقافي تنافسي مستدام يهدف لتوجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة اللي بتمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها. في الوادي الجديد أعلنت مديرية الزراعة بدء موسم حصاد القمح للعام الحالي بإجمالي 436 ألف فدان بزيادة 50 ألف فدان عن السنة اللي فاتت، أغلبها في منطقة شرق العوينات بالدخلة كأكبر مساحة مزروعة قمح بالمحافظة، وبلغت 186 ألف فدان. طيب بنفكركم تاني بسؤال حلقتنا النهاردة اللي بيقول إيه الدعاء اللي بتحرص عليه في العشر الأواخر من رمضان، وناخد مجموعة من تعليقات حضراتكم اللي جات لنا على الفيسبوك. أول حد بسمة جمعة بتقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، آمين يا رب. فاطمة أبو المجد بتقول صباح الخير يا مصر، كل عام وإنتم بخير، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين يا فاطمة. طيب في شمس النهار بتقول صباح الخير عليكم، الدعاء هو عبادة مخفية ما بيعرفش قيمتها كتير مننا، فالدعاء يمكن من خلاله تغيير القدر ده طبعا، لذلك في العشر الأواخر من رمضان بحرص على الدعاء لكل شخص أعرفه بحاجته، ربما يتقبل مني، ربما عز وجل يعني يستجيب، وبدعي لأولادي بالهداية والتوفيق ولأولادنا جميعا. والدعاء الجامع اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب، وبدعي لمصر ربنا يحفظها وشعبها، أمين يا رب، ربنا يستجيب. وطبعا الدعاء الأعظم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أمين. حاجة حلوة قوي منا فكرة إن الحد الواحد لما بيدعي بيدعي مش بس للي يخصه، بيدعي للمسلمين جميعا. فكرني بدعاء أمي لما أقول لها ادعي لي يا ماما، تقول لي يعني ربنا يفك مثلا ضيقتك أنت وأولاد المسلمين جميعا. يا ماما ركزي معايا أنا دلوقتي أولاد المسلمين. بالعكس تقول لي بالعكس، لا لازم الدعوة تكون عامة بالظبط. طبعا. طيب سمر حماد تقول الدعاء اللي أحرص عليه هو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ارحمني وارزقني من خزائن رحمتك، وراضيني وارضى عني وحقق لي اللي اتمناه ليا وللمؤمنين أجمعين، اللهم أمين يا رب، اللهم أمين. في عبد الحكيم فهيم الحايس، وده من الناس اللي على طول بتبعت لنا طبعاً. يعني أستاذ عبد الحكيم طبعاً. صباح الخير يا مصر، صباح الخير عليكم دايما، بدعي و اللهم معجل مصر وأهلها، المفروض يجعل بقى مصر وأهلها أمنا وأمانا وسلما وسلاما من سنة 2011، وأنا بدعي الدعاء ده أول شعب يعني، أو المفروض يعني مصلحة البلد فوق يعني، عارفة الأوتو بالظبط يعني، يعني في حاجات مش مكتوبة بالشكل الصحيح، لكن المجمل كلام أستاذ عبد الحكيم يعني اللي هو دايما دعاءه بيكون لمصر وتحديدا من 2011، وإن ربنا ينصر شعبها وينصر مصر ويكون في أمن وأمان، بينعم بأهل مصر ده بفضل المولى عز وجل وإدارة البلد السياسية الرشيدة، فمصر باقية مهما كان ومهما حصل رغم أنف الكارهين. طبعا يا أستاذ عبد الحكيم يعني بنضم صوتنا لصوتك، وربنا يعني يجعل مصر واحة للأمن والأمان. أكيد. طيب احنا دلوقتي هناخد تعليقاتكم وهناخد الأدعية اللي بتدعوا بيها، ولكن احنا فقراتنا مستمرة معاكم لغاية الساعة 10، خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل معاكم باقي فقراتنا. أهلا بكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة صباحا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية والحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وبالليل الجو هيكون بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد. النهاردة في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد. كمان في فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة على فترات متقطعة، أمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري،
كمان أمطار خفيفة على مناطق من سلاسل البحر الأحمر هتكون متوسطة ورعدية، وقد تغرز قد تغزر أحيانا، وأمطار كمان خفيفة على مناطق من شمال. التفاصيل عن حالة الطقس النهاردة بتنضم لنا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني إحنا شايفين أجواء الشتاء رجعت تاني كاملة متكاملة، بالمطر بالفعل، بالبرد، بالشوارع، كل حاجة. طيب يعني هل هنكمل النهاردة لحد آخر اليوم برضو مطر، ولا أخبار الطقس إيه النهاردة؟ طمنينا. بالفعل يمكن إحنا اليوم مكملين في الأجواء الشتوية. إحنا منذ مساء أمس وخلال فترة الليل وحتى الآن في أجواء شتوية، في أمطار، في انخفاض في درجات الحرارة، وده بسبب إن إحنا بنتأثر بامتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلو من سطح الأرض. أيضا كتل هوائية شمالية رطبة قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط منخفضة في درجات حرارتها، فده هيساعد بشكل كبير على مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة اليوم، لأن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى متوقع تكون 21 درجة مئوية خلال فترة النهار، مع وجود نشاط للرياح على أغلب محافظات الجمهورية، سرعاته ما بين 30 إلى 45 كيلومتر على الساعة، هيساعد بشكل كبير على إحساسنا أكثر بانخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية. فترات الليل أيضا هتكون أجواء باردة على أغلب الأنحاء، لأن الصغرى خلال فترة الليل هتكون 13 درجة مئوية. كمان الأمطار يمكن بدأت منذ مساء أمس مستمرة حتى الآن في أغلب محافظات الجمهورية، لكنها متفاوتة الشدة، تختلف من محافظة لمحافظة. اليوم استمرار الأمطار هتكون أمطار متوسطة وقد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط مرورا بمطروح، الإسكندرية، كمان شمال الوجه البحري، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش. أيضا الأمطار بتتقدم للمناطق الداخلية لكن بكميات أقل، أمطار يعني نقدر نقول متوسطة إلى خفيفة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحري، المنوفية والغربية والشرقية وبعض المناطق كمان من مدن القناة. تمتد الأمطار كمان للقاهرة الكبرى حتى مساء اليوم، في فرص سقوط أمطار على أغلب محافظات شمال البلاد، حتى كمان محافظات شمال الصعيد هتكون عليها أمطار خفيفة وبعض المناطق من جنوب سيناء. فالأجواء اليوم هتكون أجواء شتوية فيها كل العناصر الجوية. من غدا إن شاء الله هيكون في استمرار لانخفاض درجات الحرارة، لكن فرص الأمطار هتبدأ تقل، تبدأ تتلاشى من على المناطق الداخلية وتنحصر فقط على السواحل الشمالية للبلاد، لكن هيكون في استمرار لانخفاض درجات الحرارة. لكن التحسن اللي هنبدأ نشوفه في الأجواء هيكون من يوم الجمعة القادمة. أيوة. إن شاء الله. أيوه أنا مستنية دي، بس من يوم الجمعة إن شاء الله. إن شاء الله الجمعة هيبدأ يأثر علينا مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، فتبدأ درجات الحرارة تتجه نحو الارتفاع، فنبدأ نحس بالارتفاعات الطفيفة والتدريجية في درجات الحرارة. هيكون في زيادة طبعا لفترات سطوع أشعة الشمس، وتعود الظاهرة الجوية المؤثرة معانا هو تكون صابونة مائية فترة الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. الأمطار اللي احنا شفناها بالأمس والمتوقعة تكون اليوم هي أمطار رعدية، وتتساقط كمان معها حبات البرد، وأمطار طبعا شدتها مختلفة. فاحنا مهم جدا ننصح كل السادة المواطنين أثناء سقوط الأمطار لازم نبتعد عن أعمدة الإنارة، أفشاك الكهرباء، ألواح الإعلانات المعدنية الموجودة في الشوارع، المباني المتهالكة، الأشجار. مهم كمان تكون القيادة بهدوء تام على أغلب الطرق أثناء سقوط الأمطار. واللي بنأكد عليه الملابس الشتوية لازم تكون خلال فترات الليل، فواحنا خارجين لازم نصطحب معانا جاكيت، لأن احنا هنحس بالبرودة وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال فترات الليل. صحيح. طيب بالنسبة لنصايح حضرتك للمواطنين المعتادين على الخروج بعد الفطار، هل برضو يتقلوا في الهدوم؟ هل هتكون الأمطار غزيرة النهاردة بالليل ولا لا؟ هو احنا طبعا تدريجيا مع دخول فترة المساء تبدأ كميات الأمطار تقل وتنحصر فقط في بعض المناطق من شرق البلاد، لأن المنخفض الجوي اللي بيأثر عليها هيبدأ يتحرك باتجاه بلاد الشام، فتبدأ الأمطار كميتها تقل خلال فترة المساء، لكن هيكون في نشاط للرياح زي ما قلنا سرعته ما بين 30 ل 45 كيلومتر على الساعة، وفي طبعا كتل هوائية منخفضة في درجات حرارتها، فهنحس بالبرودة وهنحس بالأجواء الشتوية جدا خلال فترات المساء. فرص الأمطار هتقل لكن إحساسنا بالبرودة هيكون موجود، فعشان كده لو هنخرج بعد الفطار وإحنا خارجين لازم نرتدي ملابس شتوية. إحنا بنقول فترات النهار في بعض الناس بدأت تخفف فترة النهار، فإحنا ما فيش مشكلة فترة النهار مع وجود بعض أشعة الشمس ممكن نحس معاها بالأجواء المائلة للدفء، لكن فترات الليل
بنأكد لازم نرتدي الملابس الشتوية وناخد بالنا من سقوط الأمطار في المناطق الشرقية، يعني في رفح والعريش بعض المناطق من شمال وسط سيناء، لأن منخفض الجو هيكون متحرك باتجاه بلاد الشام، مش هيأثر بشكل كبير على جمهورية مصر العربية بإذن الله. ناخد بالنا من تكون السبورة المائية فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق، لأن ممكن السبورة المائية طبعا تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية خاصة مع تواصل عامل الرطوبة بعد سقوط الأمطار. طيب سؤال بقى مهم جدا، دلوقتي الناس بدأت تستعد لأجازة العيد إن شاء الله، عيد الفطر بإذن الله، كل سنة وحضراتكم طيبين، ففي ناس بدأت تنزل تشتري هدوم العيد، في ناس بدأت تحضر للأجازة، يمكن اللي بتأخر شوية، بس عايزين نطمن برضو وضع الطقس هيكون إيه وقت العيد، وهل هتستمر معانا حالة عدم الاستقرار في الطقس أيضا في أيام عيد الفطر المبارك؟ طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير وكل المقيمين بخير يا رب. هو احنا بنقول تدريجيا ان شاء الله من يوم الجمعة تبدأ درجات الحرارة تتجه نحو الارتفاع، تدريجيا تكون 24 و25 توصل مع الاسبوع القادم ل 27 و28 درجة مئوية. فاحنا هنقول ان احنا فترات النهار تكون ملابس خلفية، لكن مفيش ملابس صيفية، لان احنا لسه فترات الليل هنحس بالبرودة، فهنحتاج واحنا خارجين نصطحب معانا جاكيت، فاحنا على الاقل الملابس تكون ملابس خلفية، يعني ملابس بكم او قطعتين ملابس، مش ملابس صيفية، لان احنا لسه فترة الاختلاف درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل مكملة معانا لانتهاء شهر 4، يعني هتكون موجودة معانا في فترة العيد، فناخد بالنا من الملابس عشان تغيير نوعية الملابس بين النهار والليل ممكن يصيبنا بنزلات البرد، فعشان كده بنقول على الاقل تكون ملابس خلفية. إن شاء الله. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم، وتعالوا نتعرف دلوقتي على درجات الحرارة النهاردة. لو بصينا كده على درجات الحرارة هنلاقي في القاهرة العظمى 21 والصغرى 13، العاصمة الإدارية 22-13، الإسكندرية 20-12 والعلمين الجديدة 20-12 أيضا، مطروح 19-12 ودمياط 21-12، بورسعيد 20-12 والإسماعيلية 22-11، في السويس درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13 والعريش 20-11، كاترين العظمى 19 والصغرى 7، أما في طابة فالعظمى 21 والصغرى 12، حلايب 26-21 وشلاتين 30-19، في شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 16، وفي الغردقة العظمى 27 والصغرى 17. ونروح للفيوم العظمى 22 والصغرى 12، بني سويف 22-12 أيضا، الوادي الجديد 25-14 وأسيوط 23-12، سوهاج 24-13 وإنا 24-14، في الأقصر 26-15 وفي أسوان 27-16. وبكده تكون انتهت نشرتنا الجوية، وعودة لعبد الصمد ومنا واستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. عودة ليكم عبد الصمد ومنا، طمنت كده على الطقس انت الحمد لله، ربنا يطمنك ان شاء الله في العيد يبقى الجو حلو باذن الله. ان شاء الله يا رب كل سنه وانت طيبه. شكرا ليك وانت طيبين. ودلوقتي جمعنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، وكمان اهم المباريات اللي هتتلعب في اطار مباريات الذهاب لدور الثمانية من دوري ابطال اوروبا. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيكون آخر موعد لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية مع تقديم كافة التيسيرات لمؤسسات المجتمع المدني لتقديم مستندات توفيق الأوضاع سواء ورقي أو إلكتروني. النهاردة هينظم المعهد الثقافي الروسي بالإسكندرية فعالية لقاء نادي الشباب باللغة الروسية، وده بمناسبة الاحتفال بيوم الفضاء بالقاعة الذهبية في مقر البيت الروسي بالإسكندرية، وبيشارك في اللقاء عدد كبير من الشباب لمناقشة موضوعات متعلقة بالفضاء والاحتفال العالمي بهذه الفعالية العالمية. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار مباريات الذهاب في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، هيلتقي ريال مدريد الأسباني مع تشيلسي الإنجليزي الساعة 9 بالليل. أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الفنية وآخر تفاصيل مسلسلات رمضان. تمام يا رجالة؟ تمام يا فندم. هتدفع الثمن غالي يا شيخ موسى. لقد اخترتموني وليتموني ولست بأفضلكم. أنا مش هخلي الصبح يطلع على جعفر بعمر. حد الشبوة الصغيرة يا ياسين، بينك وبينه إيه؟ لا يا جميلة ما اسمحلكيش. لما تتكلمي مع الكبير اتكلمي بأدب. سيبياته كلها معايا، يعني يوم ما يفكر يعمل معايا الدنيئة هيلاقي نفسه في السجن.
تحولت عيلة السنينة من عيلة غلبانة ومكسورة لعيلة لها مخالب وأسنان. الرجالة دي مش هتصبر علينا لو ما لقيناش حاجة في المقام ده. المرة الجاية لو كيفك جابك إنك تتعنطر تعنطر على شنب مش على حرمة. دي حرمة ما داسها جدعة. في اللي ده مكاني دلوقتي؟ أنت هترجع ولا إيه؟ لا أنا بستغرب بس. يا بيه! فين اللي بتخل معاه؟ إيه؟ موسم البطل ابتدى ولا إيه؟ هرجع لك تاني. هخلي لك الدمج للركب. هو ينفع يعني السلحفة تساب الأرنب؟ هو إحنا هنا فين؟ فين يعني؟ في المدينة. أهو مدينة الإنتاج الإعلامي اللي هي بيصوروا فيها المسلسلات صح؟ احتفل طاقم عمل مسلسل عملة نادرة بطولة النجمة نيلي كريم بالانتهاء من تصوير العمل تماما بعد شهور من التصوير المستمر داخل الديكورات الرئيسية. حرصت الشركة المنتجة على إقامة احتفالية لكل طاقم العمل احتفالا بانتهاء التصوير وبالتزامن مع عرض الحلقات وتحقيق العمل لنجاح كبير وانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة اللي فاتت. الفنانة إيمان العاصي قالت إنها قدمت أدوار متنوعة كتير خصوصاً دور الفتاة الشعبية، وده لأن شخصية دلال في مسلسل جعفر العمدة ما كانتش الأولى اللي قدمتها وكانت بتحمل الطابع الشعبي، فالجمهور اتعلق بشخصية دليدة في مسلسل مملكة إبليس وشخصية منة في الحساب يجمع، وكل شخصية بتختلف عن غيرها وليها طبعاً عوامل جذب خاصة بيها. لسه مع مسلسل جعفر العمدة والفنانة هالة صدقي قالت إنها مبسوطة بردود الأفعال اللي جات لها على شخصية وصيفة اللي قدمتها في مسلسل جعفر العمدة. الفنانة هالة صدقي قالت كمان شخصيتي في العمل بتعتبر من أفضل الشخصيات اللي قدمتها في مشواري الفني بما تحمله من تطورات كبيرة في الأحداث، بالإضافة إن ليها طابع كوميدي وتم صياغة السيناريو الخاص بيها بطريقة محكمة وأحداثه مليانة بالمفاجآت. الفنان نضال الشافعي قال إن مشاركته في مسلسل رسالة الإمام شرف كبير، وأكد إنه سعيد بوجوده ضمن طاقم العمل المشارك في العمل العظيم ده. وكمان قال نضال إن مسلسل رسالة الإمام عودة قوية وكبيرة لدراما المسلسلات التاريخية المصرية بعد غياب أكتر من 20 سنة، وإن المسلسل بيتميز بالاهتمام بكل التفاصيل وهناك مسؤولية كبيرة لتقديم شخصية الإمام الشافعي. الفنان جمال يوسف قال إنه سعيد بردود فعل الجمهور حول تجربته الدرامية الجديدة في مسلسل حضرة العمدة واللي بيشارك فيها في موسم دراما رمضان 2023 بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين في مقدمتهم روبي وأحمد رزق. وقال جمال إن شخصية مسعود المجبراتي في مسلسل حضرة العمدة مش من وحي خيال المؤلف، هي فعلا قصة حقيقية موجودة في المجتمع ومرتبطة بقضية الهجرة الغير شرعية. تامر كروان صاحب الموسيقى التصويرية بمسلسل الإمام الشافعي كشف عن طلب مخرج مسلسل الإمام الشافعي الليث حجه خلال وضع الموسيقى التصويرية للعمل، قال لي مش عايز موسيقى تقليدية للمسلسلات الدينية، فقلت الحمد لله لأني ما بحبش الموسيقى التقليدية. كروان قال كمان إن الموسيقى التصويرية اللي تم وضعها كانت مناسبة وماشية جدا مع العمل لأن الصورة بالمسلسل بتتسم بالحداثة ومغيرة عن غيرها من المسلسلات الدينية والتاريخية. وبكده خلصت نشرتنا الفنية ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر، معاكم عبد الصمد ومنى. شكرا لك يا هلا. شكرا. طيب يعني خلصت الفقرة الفنية منا، لكن لسه عندنا كواليس المسلسلات وما حدث تحديدا، مش كواليس بقى، اللي حصل في الحلقة الخاصة بالملخص. بالظبط، ملخص كل اللي فاتوا حلقات الحلقات العشرين من مسلسلات رمضان كلها أحداث زي ما احنا عارفين، سواء بقى كانت الأعمال الوطنية أو الاجتماعية والكوميدية. اللي فات حلقات امبارح يتابع معانا ملخص لأحداث أهم الحلقات العشرين لمسلسلات الكتيبة 101، الكبير قوي الجزء السابع، جعفر العمدة وعمرة نادرة وغيرها من المسلسلات. يمكن جعفر العمدة تحديدا عاوز اقول لك الناس بقت عايشه مع المسلسل وعاوزين يعرفوا جداد بتعمل ايه وايه اللي حصل. خرج كفاره جعفر، خلونا نشوف يعني تفاصيل مسلسلات رمضان بالامس وما حدث في حلقات الامس من المسلسلات المختلفه اللي هي الشركه المتحده، ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا. إيه
الحلقات العشرين من مسلسلات رمضان شهدت أحداث مثيرة، البداية من الحلقة العشرين والأخيرة من مسلسل الكتيبة 101 واللي شهدت توجيه ضربة جوية لمكان أبو دعاء الأنصار بهاء ثروت، وبيموت هو و40 عنصر من الإرهابيين في ضربة ناجحة لقوات الجيش والأجهزة الأمنية. أنا واثق إن أنت ماسك الورقة دلوقتي ومبسوط. كأنك قاعد معايا. مصر كلها مبسوطة. العالم كله كده هيكون مكان أحسن بموت أبو دعاء الأنصاري واللي معاه. 40 عنصر إرهابي في ضربة واحدة دي مش سهلة يا نور، برضه لسه في أسامي تانية. شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل جعفر العمدة إخلاء سبيل الفنان محمد رمضان بعد ما قام ضباط المباحث بتفريغ كاميرات مطار لبنان، واتضح إن في شخص مجهول وضع أكياس الهيروين في شنطة سفره أثناء عودته من مطار لبنان. حيث اطلعنا على محضر تفريغ الكاميرات بمطار بيروت الدولي حال سفر جعفر عبد الجواد خضر العمدة، وتبين بوجود شخص مجهول جاري البحث عنه بمعرفة السلطات اللبنانية بوضع ذات الكيس الذي تم ضبطه مع المتهم، وهو متوافق مع أقواله بالتحقيقات. في الحلقة 20 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيلي كريم، قرر عبد الجبار أو جمال سليمان الانتقام من شداد، بعت مجموعة من الرجال على الجبل، وبمجرد ظهور شداد تم إطلاق النار عليه ومات في الحال. بعدها تم طرد نادرة أو نيلي كريم من الجبل. خلاص يا نادرة، عمري ما خليش عليا اللي بعد ما قابلتك صار في أحلى حاجة بديت آخر حاجة أشوفها قبل ما أموت عشان صورتك تفضل في عيني. تضمنت الحلقة 20 من مسلسل رسالة الإمام بطولة النجم خالد النبوي استقبال السري حمزة العيالي رسالة من العباس فراس سعيد كتبها الجروي أو نضال الشافعي بيدعو لحقن الدماء ومواجهة الأندلسيين. اذكر اسم مولاك العباسي كاملا. العباس ابن موسى ابن عيسى ابن موسى ابن محمد ابن علي ابن عبد الله. بدأت أحداث الحلقة 20 من مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة بتوقيع رشاد على عقود التنازل عن محلات شحاتة لي مقابل إتمام زواجه من فاطمة. هو أنت ممكنتيش تعرفي رشاد قبل كده؟ لا أعرفه، ده بيحبني من زمان، بس بيني وبينك لما الموضوع دخل في الجد خفت. الحلقة 21 من مسلسل سر الباتع شهدت الكثير من الأحداث. بدأت الحلقة بهروب حامد ومجموعة من الفلاحين اللي كون بيهم جيش صغير لمقاومة الفرنسيين، وده بعد ملاحقة نابليون له وحرق الغيطان والبحث عنه. هنقسم نفسنا ثلاث مجموعات، انت وبشار هتاخدوا البنادق، وانت يا مرقص هتاخد بدل العساك، وهتاخدوا اياك نادي. رجلي ايه؟ على رجلي على رجلك ومش هسيبك. خلاص انا وانت هناخد بيرو ونطلع على البرانيه. ايه يلا. وانا على الدير البحري، ابويا كان شغال هناك وكنت بروح معاه. نعرف الدير ده جه معاك. لا ما دام تعرفه خليك ويا مختار عشان تعرفوا تجمعوا بعض. وانا كمان هطلع على بحري بس من طريق ثاني لغايه ما نلاقي حته امان. كلنا اول ما نحط في حته امان نشيع للشيخ يحيى عشان يجمعنا. يلا يا رجاله يلا يلا الهم. في الحلقة الخامسة من مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي، حنان بتروح الإدارة التعليمية علشان تسحب ملف ابنها ياسين أو الطفل عمر شريف، لكن الموظفة بتقول لها إن الوصاية التعليمية للجد، عشان ترد عليها حنان حتى التعليم فيه وصاية، هي الأم دي ملهاش أي لازمة خالص، كلكم مخوننها قوي كده. وهي الأم دي ملهاش أي لازمة خالص، كلكم مخوننها قوي كده. في حضرتك محموقة عليا ليه؟ ما بالراحة. يمكن عام بناء الإنسان اللي أعلنته الدولة ما كانش مجرد عام، لأن شفنا يعني تفاصيل كتير قوي بتؤكد على استمرارية هذا يعني البناء والاستثمار في الإنسان. امبارح تم إعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير 2023 في دورتها الثالثة، واللي بتقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية. أكيد الجائزة بتستهدف المبدعين الأطفال والنشأ من أول عمر 5 سنين ولغاية 18 سنة علشان تكتشف المواهب الصغيرة في مجالات الثقافة والأداب والفنون والابتكار، وده ضمن الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة واللي بتركز على بناء الإنسان في المقام الأول. سن كتير قعد فترة محدش بيهتم بيه. صحيح. علشان كده خلينا نتابع مع بعض التقرير. هذه الجائزة التي تكرس ما ورد في رؤية مصر 2030 في بناء الإنسان، كما تؤكد دور القوى الناعمة في بناء هذا الإنسان وترسيخ هويته المصرية. احنا بنشرف النهاردة بأننا نعلن أسماء الفائزين في النسخة الثالثة من جائزة المبدع الصغير، جائزة المبدع الصغير تحت رعاية السيدة الفاضلة حرم فخامة الرئيس الجمهورية.
في النسخة الثالثة أسماء العديد من الفائزين، نسبة كبيرة منهم من العواصم الأقاليم من أسيوط ومن المنيا ومن الدقهلية وجه بحري ومن محافظات متنوعة، وده بيدل على أن تأثير الجائزة على الأطفال في سنتين كان قوي جدا. عدد المشاركين السنة دي وصل أكثر من 10,000 طفل متقدم في مختلف فروع الجائزة. الجائزة بتنقسم إلى فئة أولى عمرية وفئة ثانية، وفاز بيها مجموعة كبيرة من الأطفال زي ما قلنا كده من مختلف المحافظات وأغلبهم من محافظات الصعيد. أعلنت معالي وزيرة الثقافة أسماء 32 مبدع صغير تشاركوا في المنافسة الشريفة في مجالات الجائزة المختلفة. نفتكر أن احنا عندنا 3 مجالات أساسية لهذه الجائزة. عندنا مجال الأدب، وده بيشمل تحته القصة والمسرحية والشعر. عندنا مجال الفنون، وده فيه رسم وغناء وعزف. وأخيرا عندنا مجال التطبيقات والاختراعات العلمية، مجال تصميم المواقع الإلكترونية والابتكارات العلمية. يعني مش بس جايزة، احنا بنتكلم على اكتشاف مواهب ورعايتهم. طيب خلونا دلوقتي نروح مرة تانية لهالة الحملاوي علشان موجز أهم الأنباء التاسعة صباحا. اتفضل يا هالة. شكرا عبد الصمد. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها وبنيتها التحتية بهدف الاستمرار في أدائها المتميز المشهود له عالميا بالكفاءة والقدرة، وذلك في ضوء مكانتها المتفردة على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة قناة السويس وعدد من المسؤولين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على بيان بحركة الملاحة في قناة السويس خلال الربع الأول من العام الجاري أظهر ارتفاع أعداد السفن التي مرت بالقناة بنسبة حوالي 20% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، وارتفاع الإيرادات لتسجل حوالي 2.3 مليار دولار بنسبة زيادة عن العام الماضي تبلغ حوالي 35%. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا عرض الجهود الجارية لتوطين صناعة سفن ومراكب الصيد الحديثة في مصر. شهدت عدة محافظات سقوط أمطار متفاوتة الشدة، حيث سقطت الأمطار على محافظات القاهرة والبحيرة ودمياط والدلتا والإسكندرية وغيرها. هذا وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من سقوط أمطار متفاوتة الشدة، معلنة عن استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن المناقشات الموضوعية التي بدأت في اجتماع لمجلس الأمن الدولي برئاسة روسيا تم تحويلها من جانب الدول الغربية إلى ديماغوجية سياسية غير مسؤولة. وصرحت زاخاروفا بأن الترويكا الغربية للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد لجأت مرة أخرى إلى الإهانات المعادية لروسيا والاتهامات التي لا أساس لها بشأن الأزمة في أوكرانيا والتي خلقوها بأنفسهم بدعم من حلفاء آخرين حول أوكرانيا. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن اعتقال روسيا مراسل صحفي مراسل صحيفة وول ستريت جورنال ومنع التواصل القنصلي معه يبعث برسالة لتوخي الحذر من أن تطأ أقدام أي فرد روسيا. وأضاف بلينكين أن مسؤولي القنصلية الأمريكية لم يتمكنوا من مقابلة الصحفي منذ اعتقاله في 29 مارس الماضي في انتهاك من جانب روسيا لالتزاماتها بموجب اتفاقية قنصلية وقعتها موسكو مع واشنطن.
أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس استعداد البنك للقيام بدوره في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الدمار الناجم عن العملية العسكرية الروسية، مضيفا أن المؤسسات المالية الدولية لا يمكنها أن تتحمل وحدها المبلغ اللازم، وعلى الدول الأوروبية الغربية المساهمة فيه. وأشار مالباس إلى أن البنك الدولي لعب دورا كبيرا في إعادة بناء صناعة الصلب الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية، ويمكنه لعب دور مشابه في أوكرانيا. أعلن مجلس الوزراء الإيطالي حالة الطوارئ للتعامل مع قضية الهجرة بعد الزيادة الكبيرة في تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط. يأتي ذلك في خطوة تهدف لتحسين إدارة عملية استقبال المهاجرين وإعادتهم إلى بلادهم. وقالت وزارة البحر والحماية المدنية في إيطاليا إن حالة الطوارئ ستكون مدعومة بتمويل مبدئي قدره 5 ملايين يورو، وستستمر 6 أشهر. ورياضيا، وضع فريق مانشستر سيتي قدما في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه الكبير على ضيفه بايرن ميونخ الألماني ب3 أهداف دون رد. هذا ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 19 إبريل الجاري على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية. وفي مباراة أخرى وضع أيضا إنتر ميلان قدما في نصف نهائي البطولة بعد فوزه الثمين على مضيفه بنفيكا البرتغالي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب النور في ذهاب الدور ربع النهائي. هذا وسيقام لقاء العودة يوم الأربعاء المقبل على ملعب جوزيبي مياتسا. انتهى موجز 9 وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. المسلسلات اللي أنتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان السنة دي كانت مليانة أفكار مختلفة، والخطوط الدرامية المتميزة اللي لقت استحسان المشاهد والجمهور كانت كتير جدا. يا لا هي منا مش فكرة بس أفكار مختلفة، لا عندنا كمان نوع من أنواع التنوع، لأن الشركة السنة دي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدرت اللي هي يكون عندها نوع من أنواع التنوع الدرامي والإنتاج المتميز للمسلسلات الدرامية المتنوعة، ما بين مسلسلات اجتماعية، مسلسلات كوميدية، وأيضا كمان وطنية. قراءة وافية عن هذه الأفكار الدرامية في مسلسلات رمضان السنة دي من خلال الدكتورة أماني رضا، الأستاذ المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة اللي منورانا في الاستوديو. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك. صباح الخير يا أستاذ أماني. أهلا وسهلا بحضرتك، منورانا. طيب خلينا كده بداية نتكلم عن وجبة متنوعة السنة دي موجودة في الدراما قدمتها الشركة المتحدة، وإحنا بنتفرج وحاسين إن إحنا كل واحد له ذوق في حاجة لاقي اللي هو بيحبه. بالظبط كده، زي ما حضرتك تفضلتوا، هو فعلا الشركة المتحدة السنة دي قدمت طبق متنوع من المنتجات الدرامية المتكاملة. صحيح. اللي بترضي كل أذواق المشاهدين. زي ما حضرتك تفضلت في البداية، احنا عندنا الكوميدي، عندنا الاجتماعي، عندنا المسلسلات الشعبية اللي بتلقى استحسان الشارع زي ما بنسميه، عندنا المسلسلات الدينية التاريخية اللي بطابع عصري زي حاجة زي سر الباتع مثلا، عندنا الحاجات الكوميدي اللي بترضي برضو أذواق المشاهدين. صحيح. للضحك والترفيه، وإلى جانب طبعا بعض المسلسلات الوطنية، ودي طبعا اللي بيبقى ليها زخم ويمكن المشاهدين بيبقوا مستنينها كل سنة بالفعل. يمكن النهاردة بداية إن شاء الله مسلسل حرب ال10 حلقات، فحتى كان هو ترند، أول ترند النهاردة اليوم الأربعاء، الناس مستنية عايزة تشوف المسلسل عن إيه بعد ما استكملت المسلسلات الأخرى. فبالفعل هي الشركة المتحدة يعني هي كل سنة بصراحة معودانا، بس السنة دي كان في زخم وتنوع كبير جدا لاحظناه على مدى رمضان. طيب دكتور، يعني حضرتك ذكرت فكرة الترند. تمام. وكدكتورة في كلية الإعلام تحديدا، أنت مع فكرة الترند وتصدره وبتشوف إن هو بينم فعلا عن مشاهدة حقيقية من الجمهور، يعني أو السواد الأعظم من الجمهور زي ما بيتقال كده، ولا هو انعكاس لواقع احنا بنعيش فيه وهو واقع السوشيال ميديا؟
هو سلاح ذو حدين يا فندم. هي الفكرة ان هو ما نقدرش نتغافل ونقول ان هو يعني ما يديناش على الاقل مؤشر عن الذوق رايح لفين او الذوق العام رايح لفين. صحيح. وفي نفس الوقت ما نقدرش نقول ان هو المؤشر الوحيد او هو المؤشر الاساسي معانا. طبعا بيبقى فيه زي استبيانات، بيبقى فيه زي سيرفيز او استطلاعات رأي بتتعمل من جهات رسمية وجهات موثوق فيها وفق طبعا اليات معينة يعني معروفة ومحددة علشان تستطلع اكتر عن اتجاهات الجمهور رايحه لفين. لكن خلينا نقول ان ده للاسف الواقع. احنا عشان نعرف ايه اللي بقى ترند بندخل على الترندات اليوميه، بندخل على السوشيال ميديا عشان نشوف ايه اللي جاب اعلى مشاهده، مين الناس بتبحث عن ايه النهارده، عايزه تشوف ايه اللي مهتمه ان هي تتابع احداثه باستمرار. فخلينا نقول ان هو مؤشر ولكنه ليس بالدقه او بالثقه اللي احنا ممكن نتعامل بيها. مين المؤشر ده بقى؟ شايفه اتجاهات الجمهور رايحه لفين في مسلسلات الجمهور رمضان. تمام. الجمهور مهتم جدا بالمسلسلات الشعبية، يمكن جعفر العمدة وضرب نار، ما بين الاثنين بيبقى فيه زي كده طلوع ونزول بينهم بشكل كده متوازي، لان زي ما قلت لحضرتك ان ده اللي بيلفت نظر الناس في الشارع، ده اللي عايزين يشوفوه، يعني بيشوفوا ان هو بيعبر عنهم اكتر، الحاجات الاجتماعية اللي فيها حبكة وتشويق اكتر بتشدهم، فده اللي بيديهم دايما الاتجاه نحو عايزين نشوف ايه اللي هيحصل جديد. ولا البطولة الجماعية ووجود السيناريو هو طبعا مع وجود ابطال متميزين، لكن ما فيش حد بتبصي عليه في المسلسلات اللي حضرتك ذكرتيها من غير ما يكون لازم يكون يا اما له ماستر سين يا اما يكون له جملة موجودة عند الناس علقت، كل واحد بشكل او باخر طالع بطل. صحيح صحيح بالظبط كده، الكل ابدع في ادواره بصراحه، يعني حتى الادوار الثانويه اللي احنا بنقول عليها او الدور الثاني او كذا، الكل مواهب جديده كمان. مواهب جديده بالظبط كده. احنا بقينا دلوقتي نشوف حتى على السوشيال ميديا الناس معجبه بشخصيه مثلا الاستاذ احمد فهيم مثلا في جعفر العمده. صحيح. وشايفين ان هو قد ايه عمل دوره بشكل متقن جدا جدا وان هو استكشاف. نفس الكلام بالوجوه الصاعده، نفس الكلام بالادوار، حتى لو دور صغير بس مؤثر. وهي دي بقى الفكره فعلا اللي بتخدم فكره الدراما. البطل الاوحد ما بقتش هي اللي مسيطره على الموضوع، الموضوع هو اللي بيفرض ذوقه. صحيح. الموضوع الحبكه، المعالجه الدراميه ماشيه لفين، انا ايه اللي هيخدم لي الخط الدرامي ده، فابتدي اشتغل عليه، والناس بالفعل ابتدت ان هي تلاحظ ده. ما بقاش عندنا فكره ان احنا بنكتب قصه عشان بطل، لا احنا بنكتب حدوته حلوه اللي بيخدمها واللي بيخدم عليها من ابطال ومن رؤيه واداء وكذا احنا بنستعين بيه. ويمكن ده الجديد او الحاله اللي عملتها الشركه المتحده تحديدا، فكره ان زمان كان العمل الدرامي بيحصل ان بنمضي مع الفنان الفلاني ونشوف بقى هيعمل مسلسل ايه. بالظبط. نقعد بالزبط. نعمل ورشه عمل ونكتب شويه كوميدي شويه اكشن. صحيح. لان النهارده احنا عندنا سيناريو مكتوب وبنرشح من خلاله الشخص الانسب للدور ده. بالزبط. وهو اللي لقى استحسان من الجمهور. بالظبط. وهو ده الاتجاه العالمي يا فندم، احنا بيبقى عندنا السيناريو مكتوب اوريدي وبنبتدي نرشح بقى، نعمل الاوديشن بقى او زي ما بنقول الكاستنج، ونبتدي ان احنا نختار مين الادوار المناسبه في كل دور. لكن ان احنا زي ما حضرتك بتقول كان مسبقا الضيف او البطل هو اللي بيتفصل له السيناريو المناسب ليه، وطبعا ده كان بيبقى مفهوم قوي من الجمهور. خلاص الناس دلوقتي ما بقتش عايزه ده، الناس عايزة حاجة تملى دماغها، عايزة حاجة تشوفها فعلا تديها زخم في المشاهدة، تحس ان هي فعلا بتتابع حاجة فعلا مالية دماغها وشايفة ممثلين بيأدوا بشكل جيد جدا وبيرضوا أذواقهم واهتماماتهم. صحيح. أذواق الجمهور بتتغير كل شوية، واعتقد في قياسات الرأي العام بيبقى مهتم جدا الناس يعرف او يعرف الناس بتبقى مهتمة بايه. ما بقاش في حد عنده خلق. صحيح. ان هو يقعد يتفرج على مسلسلات بال40 وال50 حلقه ورا بعض. يمكن ده اللي عمل المسلسلات ال10 حلقات و15 حلقه اللي قدمتهم الشركه المتحده. بالظبط بالظبط. وده توجه بصراحه محمود جدا جدا، وانا يعني احيي عليه القائمين على الشركه المتحده. فكره ان احنا عارفين الناس عايزه ايه والناس بتحب ايه. دلوقتي احنا عصر السرعه، احنا عصر المنصات الرقميه. صحيح. اللي هي افرزت او هي اللي افرزت فعلا فكره ال15 وال10 وال12 حلقه. الحدوته بتاعتي تتقال في قد ايه؟ 10 حلقات 11 حلقه؟ انا مش عايز اكتر من كده، مش عايز حشو، مش عايز مد، مش عايز تطويل بلا داعي، لمجرد ان انا عايز امط المسلسل ان هو يبقى 30 حلقه عشان يتقدم في رمضان. ودي خصوصيه طبعا بتنفرد بيها المجتمعات العربيه بحد او بشكل خاص. لكن القائمين فعلا على الانتاج الدرامي لقوا انه ليه؟ يعني صحيح. بدل ما انا اقدم مثلا 10 11 مسلسل يبقى 30 حلقه وممكن يبقى فيه احداث ملهاش لازمه وحشو على الفاضي، طب ما انا ممكن اعمل اكتر من مسلسل يبقى فيه فكره ال15 حلقه، يبقى من النص الاول من رمضان النص الثاني من رمضان، اقدم تنوع اكبر، اقدم اذواق مختلفه للجمهور، والجمهور هو في الاخر هو الحكم، هو اللي صحيح. بيحكم ايه اللي بيعجبه وايه اللي يكمل فيه وايه اللي
يعني يبعد عنه او ما بيكملش مشاهدته. وده كان تحدي كبير خاضته الشركة المتحدة، لان فكره الاعلانات والمعلنين واحنا عاوزين البطل الفلاني. صحيح. خلينا بقى نبعد عن ده ونتكلم في يعني واحنا قاعدين قدام قامه وقيمه في كليه الاعلام تحديدا، عاوزين نعرف شايفه الصوره ازاي السنه دي، الصوره، الاخراج، يعني المفردات او الادوات الخاصه بانتاج الاعمال الدراميه تحديدا، شايفاها مختلفة عن السنين اللي قبل كده؟ جدا جدا، في اختلاف وللأحسن وللأفضل. الاهتمام بقى بالصورة كبير جدا، فكرة الإيقاع بتاع العمل بقوا يشتغلوا عليه بشكل كبير جدا، المونتاج إن أنا ما يبقاش الموضوع إيقاع ميت، ما يبقاش الإيقاع واقع بتاع العمل، يبقى مشدود، يبقى طول الوقت أنا من أول حلقة لآخر حلقة قادر إن أنا أشدك. التصوير بقى فيه برضو زوايا حلوة جدا في التصوير، بقينا نشوف طريقة الإضاءة مختلفة، حتى على مستوى الديكور بتاع الأعمال الدرامية بقينا نشوف إن فيه اهتمام بالتفاصيل المختلفة بتاعت مثلا شخصية معينة، بتاعت لوكيشن معين، بتاعت حي مثلا شعبي ما، فبقينا نحس إنه لا التفاصيل بقت اهتمامها زيادة جدا في الاتجاه ده، وده بيعكس إن هي لوحة متكاملة. أنا بشوف العمل كأجزاء متكاملة مع بعضها البعض، كل جزء فيهم بيكمل التاني، وفي الآخر بيدينا صورة بترضي المشاهد ويبقى فعلا مهتم إنه يشوف حاجة مختلفة. صحيح. عادنا سنين كده مصطلح الإعلام الموجه تحسي إنه المصطلح سيء السمعة، بنخاف نقرب منه ونخاف نتكلم عليه، لكن أعتقد إنه إعادة طرح المصطلح مع أعمال وطنية بتعمل ربط بيننا وبين اللي بيحصل حقيقي واللي بنشوفه فعلا من رجالة وأبطال. صحيح. عاملة شغل محترم، أعتقد ده بيعمل انتماء وولاء عند الأطفال والشباب والكبار كمان. بالزبط. لما بيشوفوا ايه اللي بيتقدم. بالظبط بالظبط، وده نجحت فيه فعلا الشركه المتحده، سواء من خلال الثلاث سنين اللي فاتوا، من خلال الاختيار باجزائه الثلاثه، والسنه دي اهو في الكتيبه 101، وايضا في مسلسل حرب اللي هيبتدي النهارده ان شاء الله. هي كلها بتخدم فكره ان انا ازاي ارفع الوعي الوطني لدى المواطنين. زي ما حضرتك تفضلتي يا استاذه منى، فكره ان انا عندي اطفال، عندي مراهقين، عندي شباب يمكن ما كانوش يعرفوا حاجه عن الاحداث دي، يمكن يقروا عنها، شافوا. صحيح. بعض البرامج اتحكى لهم من اولياء الامور او كذا، لكن ما عندهمش هم ايه الباك ستيجز، ايه التفاصيل، ايه الكواليس اللي حصلت، مفيش تعمق. فلما بيجي عمل درامي يقدم ده بطريقه مشوقه، يقدمه بطريقه ان انا بقدم لك الحقيقه بس برؤيه دراميه او بشكل محبب لدى الجمهور، بربطك بشخصيات معينه، عايش يعرف عايش فكره. بالزبط. ان انا كل يوم مستني الاحداث. بالظبط. فكره اشوف يا ترى هتعدي ازاي. صحيح. انا بيبقى فيه نوع من انواع الاثاره، تشويق طول الوقت يا ترى ايه، وفي نفس الوقت بقدم تضحيات الجيش، بقدم تضحيات رجال الشرطه، ان هو ازاي بالفعل بيخدموا الوطن، ازاي بيحاربوا الارهاب والافكار التطرف عاده، وفي نفس الوقت بخدم فكرة الوعي المجتمعي أو الوعي الوطني بشكل عام. وده دور محمود للدراما ومطلوب في الوقت الحالي. طب دي الأعمال الوطنية، لكن قعدنا برضو سنين كتيرة نفتقد لعمل ديني، عمل بيمثل قدوة دينية يلتف حوليها أو من حولها يعني كتير من الشعب. حقيقي. شفتي إزاي فكرة مسلسل رسالة الإمام، وتابعتي المسلسل ولا لأ، أو كحالة تقييمك لها؟ أنا عجبني المسلسل كحالة زي ما حضرتك بتقول، هي فكرة الرؤية العصرية، إن أنا إزاي ممكن أقدم لك نموذج ديني، أقدم لك نموذج يعني قدوة للشباب، أو إن هو دي أفكار خدمت كتير من الشباب وخدمت. صحيح. العصر ده وقتها، بس برؤية إن أنت إزاي بشكل محبب للشباب، إزاي إن أنا أقدمه لك بشكل، حتى الأقوال المأثورة اللي كان بيقولها في رسالة الإمام خالد النبوي على لسان الإمام الشافعي ابتدت الناس تتناولها، ابتدت الرواد بالضبط كده يعني يبتدوا يشاركوها فيما بينهم وبينهم البعض. فأنا شايفة إن أيضا ده اتجاه محبب جدا، إزاي إن إحنا نقدر نكتب حاجة من السير الذاتية لبعض الشخصيات الدينية أو بعض العلماء أو غيره بطريقة مختلفة، وأيضا بطريقة درامية تشوق الجمهور ان هو ممكن عايز يعرف اكتر عن العالم ده او عن الشخصيه دي، يبتدي بقى يتعمق هو بقراءاته بالسيرش الذاتي بتاعه، بشكل ان انا بقدم نماذج زي دي احنا بالفعل نفتقدها، ونشوف ايه اللي ممكن يتماشى مع عصرنا الحالي من اللي بيقدمه لنا هذه الشخصيات. صحيح. دايما بنقول وسائل الاعلام مش بتاثر على بعض، غير يعني علاقتهم بتبقى تاثير وتاثر، مفيش حاجه بتلغي حاجه، كل حاجه بترجع تقدم نفسها من جديد. قعدنا كتير قوي نقول خلاص بقى محدش هيتفرج على التلفزيون، اعتقد لا، رجعت بقوه متابعه الاعمال الدراميه على المنصات للي مش بيبقى قادر يتابع الفتره الطويله اللي موجوده على التلفزيون. بالظبط كده.
هي زي ما حضرتك قلتي يا استاذه من هي برضو سلاح ذو حدين، وتواجد المنصات الرقميه لم يلغي وجود التلفزيون، بل على العكس هم ادركوا التلفزيون والمنصات ان هم لازم يتكاملوا مش بيتنافسوا، هم بيتكاملوا. فكره ان انت كمنصه رقميه انت بشكل او باخر بتبقى زي منفذ عرض لما يقدم من خلال التلفزيون. صحيح. وانا كتلفزيون هبتدي ان انا اخد من خصائص هذه المنصات الرقميه زي ما حضراتكم تفضلتوا، فكره ال 15 حلقه ده اتجاه هي اوجدته او بالظبط المنصات الرقميه هي اللي استحدثته، بس انا كتلفزيون ما بقتش بعيد عنه، بالعكس انا لقيت ايه اللي هل الجمهور بيحب ده، تمام ده مفيد انا كمان اتجهت اليه. المنصات الرقميه بتهتم بجوده العمل الدرامي المقدم، انا كمان ابتديت كتلفزيون اركز جدا ان انا عايز عمل فني بمواصفات معينه على مستوى التصوير الاخراج المونتاج الى اخره، وبالتالي انا حابب ايضا ان انا اقدم ده عشان الناس تفضل متابعيني. فبقوا هما الاثنين بيتكاملوا مع بعضهم البعض. فكره عندي نافذه اخرى كمان استطيع بالزبط. من خلالها ان انا اعرض المنتج بتاعي ما بعد رمضان بالظبط، فكره في تكامل ما بينهم وما بين بعض زي ما حضرتك ذكرت يعني. صحيح بالظبط، ما فيش اي تنافس، بالعكس هو كل وسيله بتشوف ايه الوسيله الاحدث، ايه المميزات اللي فيها، تبتدي تاخد منها تطور من نفسها تشتغل على نفسها عشان تقدم للمشاهد في الاخر. هو احنا في الاخر يهمنا كعكه المشاهدين ازاي نقدر ان احنا نستاثر على اهتمامهم ونقدم لهم المنتج اللي هما بيحبوه في الشكل وفي الطريقه اللي هم بيرغبوا فيها. ما نقدرش نعمم ونقول الجمهور عايز كده وكده، ده يتحط في كاتيجوري معينه او في يعني مكانه معينه. لما بنعمل قياسات راي العام بنحسبها على ايه بقى؟ على السن، على النوع، على ايه؟ لان في ناس بتحب كوميدي، في ناس بتحب تاريخي، في ناس بتحب وطني، في ناس بتحب الاثنين مثلا نوعين او ثلاثه في نفس الوقت. بالظبط كده، هو زي ما حضرتك بتقولي يا استاذه منى، هي فكره القياسات احنا هي ليها اكتر من بعد وليها اكتر من طريقه او وسيله. فاحنا بنهتم ان احنا لو بنعمل ده على شكل علمي يعني محكم بشكل دقيق، نبتدي ان احنا نشوف كاتيجوري معين، هل احنا مثلا هنهتم بالشباب بيحب ايه، هل بنهتم بفئه المراهقين، هل فئه الاطفال، هل احنا عايزينها المجتمع بشكل عام. ففي نفس الوقت او في الوقت ده احنا بنحتاج ان يبقى فيه زي جهد مؤسسي اكتر، يبقى زي سيرفي كده بتقوم بيه مؤسسه كبيره تقدر ان هي تحصر لنا الشعب المصري لو حابين بالظبط كده، وتقسمهم لكاتيجوريز معينه وفقا لعينه معينه او حصص معينه نقدر من خلالها نستشف هل بالفعل القطاع بتاع الشباب لا هو رايح للكوميدي اكتر ولا رايح للوطني اكتر ولا الاجتماعي. طيب القطاع بتاع الريف مثلا هل بيهتم بحاجه غير اللي بيهتموا بيها قطاع المدن او الحضر مثلا، فنبتدي نقسمها بالشكل ده علشان نبتدي نحصل ونبتدي نجدد فكرتنا يعني بالزبط. عن الستيريوتايبنج او عن فكره الصور النمطيه بتاعت ان الريف الناس فيها لها شكل معين وطريقه صحيح. معينه، ان الاطفال بيبقى كلهم بيتابعوا اشكال معينه صحيح. نبتدي نشوف هم ايه بيحبوه والشكل اتطور ازاي ونقدم له حاجه شبهه عشان ما يبقاش حاسس انه غريب في وسط اللي بيتفرج عليه. بالظبط بالظبط كده، وده هدف قياسه الراي العام بشكل او باخر. انا في الاخر صحيح. بعرف احتياجات الجمهور ايه ببتدي امشي عليها، هم عايزين ايه ببتدي اروح للشكل اللي هم بيحببوه. زي ما حضرتك بتقولي في حاجات كتير بقت نمطيه وبقت بالنسبه لنا خلاص بقى ما بقاش في فكره ان الارياف بيتعاملوا بالمنظر الفلاني بيلبسوا بالمنظر الفلاني. لا ابتدينا نجدد، ابتدينا نشوف ايضا برؤيه عصريه او مختلفه الناس دي بتعيش ازاي وبنقدمهم بطريقه بقى متمدنين اكتر من المدن نفسها. دي حقيقه دي حقيقه خلاص ما بقاش متوفر لهم خدمات، لكن فكره صحيح. المدنيه وغير المدنيه كل مجتمع محافظ على شكله، ولكن انه يبقى عنده الخدمات بحيث ان احنا ما نبقاش محتاجين نتحرك من مكاننا دي افضل حاجه. دي حقيقة. يمكن اللي شايفينها، ويمكن ده ظاهر في المسلسلات ولا لسه محتاج يبرز اكتر؟ محتاجين نبرز عليه اكتر، محتاجين فعلا نسلط الضوء عليه اكتر بشكل ان احنا نقدم فعلا زي ما حضرتك بتقولي الواقع هناك بقى عامل ازاي. بالفعل ان هم بقى في تطور كتير جدا في بعض المناطق دي، وبقى بالفعل ليها الخدمات الذاتيه الخاصه بيها، ما بتحتاجش ان هي بقت الصوره دايما لا ننزل القاهره. دكتور انا شخصيا بتمنى ان انا الموسم الجاي اشوف مثلا الاعمال الوطنيه الدراميه بترصد بقى التنميه الحقيقيه اللي حصلت في سيناء بعد التضحيات اللي احنا شفناها على مدار كام عام من او كذا موسم. صحيح. لكن خلينا نتكلم دلوقتي على ان يمكن الشركه المتحده سلكت الطريق الاصعب، وهو فكره ارضاء كافه الشرائح العمريه وكل الاذواق، وشفنا عدد متنوع جدا من الاعمال الدراميه تحديدا بكل فئاتها المختلفه تحديدا. لو هنتكلم على التاريخ، فالتاريخ كان حاضر في مسلسل سر البعثه. حقيقي. وفكره الاسقاطات من خلال حقب زمنيه متنوعه. هيك شفتي ده ازاي وتابعتي المسلسل ده ازاي؟ وفكره كمان الصوره والاضاءه، لان ده دايما بيهمني لما باجي اتكلم مع استاذ في كليه الاعلام يعني. هو المسلسل طبعا قدم التاريخ برؤيه عصريه، هو عايز يتكلم عن حقبه معينه في تاريخ مصر بس بالجمع ما بين زمنين متوازيين.
فهو بيبتدي ان هو يقدم الحاضر ويعكس الاسقاطات على الماضي زي ما حضرتك بتقول او يجمع بينهما. انا شايفه ان ده توجه ايضا ممكن يبقى مناسب للشباب، فكره صحيح. ان انا ازاي اربطه الحاضر بالماضي بتاعه، بقدم له التاريخ برؤيه معينه، خليه ان هو حتى لو في احداث معينه هو ما شافهاش بشكل ما صحيح. ببتدي ارجع اجدد له تاني الرؤيه بتاعتها او التقديمه بتاعتها، فبالتالي ان انا بقدر ايضا اجذب الانتباه في الاتجاه ده. فده ايضا اتجاه مطلوب، فكره ان انا كل القوالب اللي احنا بنقول عليها اذا كان تاريخي اذا كان ديني اذا كان سير ذاتيه، ازاي ان انا ارجع اقدمها بالشكل اللي يبقى جذاب للشباب، جذاب للجمهور صحيح. الحالي بتاعي، وفي نفس الوقت ما يملوش من فكره ان انا بتفرج على مسلسل تاريخي، لا دي حاجات قديمه بقى وعفى عليها الزمان، لا بالعكس انا بشوفها ايضا زي ما حضرتك تفضلت في الديكور في الاضاءه في الملابس، براعي كل هذه العناصر عشان في الاخر اقدم لك صوره متكامله تقنعك انت وانت بتتفرج على العمل ده ان انت بالفعل مش بتتفرج على حاجه خيال علمي او حاجه من زمن فات يعني. فطبعا ده اتجاه مطلوب جدا، ويا ريت فعلا نكتر منه الفتره القادمه ان شاء الله. ان شاء الله في اللي جاي. نورتينا وشرفتينا دكتوره اماني رضا الاستاذ المساعد بكليه الاعلام جامعه القاهره، اهلا وسهلا بيكي، ميرسي لرؤيتك اللي وضحتيها. شكرا يا فندم، كل سنه وحضراتكم طيبين. حضرتك طيبه يا دكتور، شكرا. مشاهدينا دلوقتي هنسيب حضراتكم مع فاصل سريع، لكن فقراتنا لسه متواصله مع حضراتكم حتى العاشره صباحا، انتظروا. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف اختار الحكم السوداني محمود علي إسماعيل لإدارة المباراة المرتقبة بين الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي في دوري أبطال أفريقيا، واللي هتتلعب في ذهاب ربع نهائي البطولة يوم السبت 22 إبريل على استاد القاهرة، والإياب يوم السبت اللي بعده يوم 29 إبريل. السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قرر يمنح الفرصة لعدد من اللاعبين اللي ما حظيوش بفرصة المشاركة كتير مع الفريق، خصوصا خلال مباراة فاركو وسموحة في الدوري يوم الجمعة اللي جاي، من أجل تجهيز اللعيبة للارتباطات المقبلة، ومن أجل أيضا إراحة الأساسيين اللي بيعانوا من الإجهاد نتيجة ضغط المباريات خلال الفترة الماضية. كولر عنده رغبة في منح الفرصة لكل من محمد شريف وشادي حسين وطاهر محمد طاهر وأحمد القندوسي ومحمد الضاوي كريستو وخالد عبد الفتاح. فريق نادي الزمالك هيختتم تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله الساعه 9 بالليل استعدادا لمواجهه حرس الحدود في مسابقه الدوري الممتاز في اطار مباريات الجوله 25 من المسابقه. الجهاز الفني لنادي الزمالك جهز تقرير مفصل عن لاعبي الفريق علشان يستلموا الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد لفريق نادي الزمالك فور وصوله اليوم، حتى يتمكن من الاطلاع على كل كبيرة وصغيرة في صفوف فريقه. فريق انتر ميلان الايطالي انتزع فوزا ثمينا من مضيفي بنفيكا البرتغالي بثنائيه نظيفه في المباراه اللي جمعت الفرقتين امبارح على ملعب النور ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي مسابقه دوري ابطال اوروبا. ومانشستر سيتي اكتسح نظيره بايرن ميونخ بثلاثيه نظيفه في المباراه اللي اقيمت امبارح على ملعب الاتحاد ضمن منافسات ذهاب الدور ربع نهائي من مسابقه دوري ابطال اوروبا. مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي بيرغب في ملازمة ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الحالي في الفريق الكتالوني، وقال في تصريحات صحفية: لا أعرف ماذا سوف يحدث في المستقبل وأنا لست الشخص المناسب لسؤاله عن ذلك، لكني أتمنى أن ألعب مع ميسي في برشلونة الموسم القادم لأننا نحتاج لهذا النوع من اللاعبين. وخلصت نشرتنا الرياضية، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع منا وأحمد عبد الصمد. عودة ليكوا يا أحمد ومنا. شكرا ليك يا هلا مرة تانية. طيب زي ما احنا عارفين ان دايما رمضان في مصر بيتقال كده حاجة تانية، والسر مش في التفاصيل بقى، السر في العادات والتقاليد والطقوس اللي دايما بتكون موجودة في رمضان تحديدا. لكن في ظل هذه الطقوس والعادات كمان كان في يعني ثقافة وفن موجود في شارع فيصل، لأن كان في حضور كبير جدا لمعرض فيصل للكتاب في دورته ال11 واللي بتنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بمنطقة الطلبية فيصل تحديدا بمشاركة أكثر من 30 دار نشر.
المعرض بيقدم بجانب أجنحة الكتب عروض فنية وثقافية وكمان ورش رسم وتلوين للأطفال، وده بيكون عامل جذب لجمهور المعرض. خلينا نعرف أكتر عن الفعاليات اللي تمت في معرض فيصل الكتاب من خلال التقرير اللي جاي. معرض فيصل حالة من البهجة، حالة ثقافية في رمضان في منطقة فيصل والهرم، يعني في محافظة الجيزة بشكل عام وكمان القاهرة الكبرى. جمهور المصري بيفاجئنا كل سنة. احنا دلوقتي موجودين في وسط المعرض، الأجنحة موجود فيها زوار، الحفلات الفنية، الندوات، حتى الأنشطة الخاصة بالأطفال، الحرف اليدوية اللي موجودة معنا. احنا بنتكلم عن حالة ثقافية جميلة في شهر رمضان الكريم. الجمهور بينتظر معرض فيصل كل سنة، يعني حتى من غير ما نعمل دعاية كتير بنفاجأ ان الناس بيسألوا على معرض فيصل للكتاب. هي دي القوة النعمة الحقيقية. احنا بنتكلم عن بناء الوعي الحقيقي، بناء الوعي الحقيقي فيما يقدم على مستوى الشكل ومستوى المضمون ايضا. تنظيم اكتر من رائع، الدكتورة نفيني كيلاني عاملة شغل رائع جدا جدا. والمعرض مبقاش مقتصر بس على الكتاب، بقى مقتصر على بقى في حاجات كتير جدا، بقى منتزه، بقى في فقرات للاطفال، وبقى في حرف تقليديه وحرف تراثيه. طبعا الشباب والاطفال ما كانوش يعرفوا عنها حاجه، فدي بتحيي حاجه جميله جدا جدا الصراحه. دي اعتبر المره ال11 على مستوى الهيئة كتاب حرفه الحصير، والحصير دوت طبعا دي كانت زمان بيتفرش في البيوت زمان ايام الريف. طبعا الحاجات دي كانت كردت بس ما انها دلوقتي خلاص. طبعا هي كسر الثقافه جت تحيه من الجيل الثاني علشان تعرف الجيل الجديد ما نحصر يعنيش. انا بعمل بنعمل احنا عيله سيرك، عيله راشد بتعمل فقره التوازن بامبوك، عباره عن ماسوره 3 متر 4 متر من شارع القوره، بيطلع طفل فوق يبدا يعمل العاب اكروبات. والدي اللي معلمني كابتن علي راشد، واحنا تقريبا 3 في مصر، والدي واخويا وانا. كابتن اشرف راشد لعب بلانسات، بيطلع على كراسي وعليهم 4 ازايز تحت، بيطلع 6 كراسي او 7 كراسي ويرفع باشكال بلانسات فوق. مهتمه بالمعرض من سنين، باجي كل سنه، ومش باجي مره في الوقت ده، لا باجي كذا مره. بحس ان هو بيسد فجوه كبيره احنا ناقصانا كشباب. بيهتم اكتر بالجيل الناشئ، الاطفال، بالحرف، بالقصص، كل حاجه متاحه للاطفال كويسه جدا. احنا كشباب برضو محتاجين دعم من المنطقه الثقافيه او المناطق يعني الادبيه او العالميه الادبيه، كل حاجه احنا محتاجين حاجات كتير قوي. دي تاني مره اجي فيها المعرض، هي ميزته ان هو اغلب الكتب اللي فيه مخفضة، أسعارها كويسة، خصوصا بعد أسعار الكتب دلوقتي بقت أسعارها عالية جدا، فهو فرصة كويسة للناس اللي على قدها، يعني إنها تشتري كتب بفلوس قليلة. ليالي رمضان السنة دي في سوهاج كان ليها طابع خاص وتفاعل كبير من الأهالي في اللقاءات والأمسيات الشعرية وكمان الأغاني المرتبطة بالشهر الكريم. يمكن كمان يا منى كان في فقرات كتير متنوعة زي فقرات التنورة طبعا، وعروض لفرقة الموسيقى العربية والإنشاد الديني. تعالوا نتابع ليالي رمضان في سوهاج ونرجع ونكمل معاكم بقية فقراتنا. الثقافة الجماهيرية بتمارس كل ألوان الآداب والفنون والعلوم على المسارح، وخاصة احنا على المسرح الروماني بسوهاج حاليا، فرصة لعرض ما تكون به سوهاج ثرية وغنية جدا من ألوان الآداب المتعددة والفنون التي تميزها بين محافظات مصر. يا قومنا قد جاءنا شهر النور والإحسان، شهر أهل هلاله فرحانا. ربنا يعود علينا وعليكم الآن بخير، وربنا يقبلنا في رمضان ويقبل رمضان منا، شهر الإحسان، شهر النفحات،
شهر البركات، شهر التسامح. دستور الثقافة فليها دور كبير جدا وخاصة في الليالي الرمضانية، وتقدم ليالي متنوعة تتناول التوعية عن طريق المحاضرات، كما تتناول الفنون الشعبية بألوانها المختلفة زي رقصة التنورة أو الطبل البلدي، كما تتناول جزء كبير من الشعر. احنا النهاردة كنا جايين نعمل التنورة عشان خاطر الناس كانت مبهورة أساسا من أول رمضان كنا شغالين احتفالات، والنهاردة كانوا الناس متفاعلة جدا 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 مع التنورة، وهي عامة لما بتنزل التنورة الناس بتتفاعل معها أكتر في رمضان، بيبقى ليها روحانيات وبيبقى ليها أغاني معينة طبعا غير الأغاني بتاعت الحفلات الباقية، يعني ممكن أغاني الحفلات الباقية بتبقى تريكات بس اللي هي مزيكا بس، لكن احنا حاليا بنعمل روحانيات رمضان وحاجة بنغني عن الصوفي وعن وعن التراث الشعبي وكل حاجه بنعملها الحمد لله في رمضان. انا بشكر وزاره الثقافه، بشكر كل المسؤولين، بشكر السيد المحافظ، كل المسؤولين عن المسرح الروماني، حاجه جميله ليالي رمضان هنا. انا شايف كل حاجه شفتها النهارده، دكاتره بتتكلم، ندوات، شايف شعر اتقال، الندوات اتكلمت عن الادمان، في وعي حقيقي في المكان ده وحسيتنا بقيمه رمضان. جو جميل ومكان فعلا بتتابع فيه كل الاسره السوهجيه، وجو من روحانيات عالي جدا طبعا تحت شرف المحافظ سوهاج، وجو يعني رمضاني حلو يعني، وتجمع كل الاسره السوهجيه فيه. يعني من سوهاج لأسوان، لأن مفيش شك الطقوس الرمضانية في مصر مختلفة عن أي مكان تاني، والجميل كمان أن الموضوع يمكن في المحافظات بيكون ليه طقوس وليه طابع خاص مختلف، زي محافظة أسوان اللي أهلها بيهتموا جدا بالأكلات والمشروبات النوبية اللي لازم تكون متواجدة على مائدة الإفطار، ويمكن أنت عندك قصة شوية مع الأكل النوبي. أنا عارف، أنا بحب الأكل النوبي جدا وبحب المشروبات اللي بتبقى بتتقدم هناك، عندهم طريقة كده في طريقة، لا ده عندهم طريقة شاي بلبن بالقرنفل، في حاجات مش سهله هناك. اللهم اني صادق. احنا رحنا اسوان وتحديدا قريه كركر، وعشنا مع اهالي القريه الطقوس اللي بيتميزوا بيها والاكلات اللي دايما بتكون موجوده على الفطار او السحور. خلينا نشوف زميلنا محمد رفعت عمل لنا ايه في التقرير اللي جاي. بنجتمع كل أسبوع مرة، احنا عندنا هنا 8 قرى بنجتمع وبنفطر مع بعضينا، كل واحد بيجيب الصينية بتاعته بقى اللي فيها الأبريق المشهور بتاعنا، الأبريق والكركديه والحاجات دي، وبعد كده ايه بنتعشوا هنا برضو مع بعضينا، وكل أسبوع في أسبوع تاني بننتقل إلى القرية الأخرى بقى، القرية الثانية مثلا. هذا كل شهر دائما حبة بيعمل ألفة والترابط، حتى بيجونا ناس من إخواننا قرايبنا اللي طبعا اللي في أسوان واللي في التهجير بيجوا هنا برضه بيحضروا معانا في هذه الاحتفال العظيم. احنا هنا بنتجمع ما شاء الله كل في الفطار مع الاخوه، جميع القرى كركر بنتجمع هنا، وكل قريه بيكون فيها قرى المجاوره ليها بيعملوا فطار، بنفطر مع بعض بنتجمع الاكلات الشعبيه، بيجي كل واحد بيجيب من الاكلات الشعبيه الموجوده من الفته من الخماريت والفتي والحاجات ده، حاجات شعبية الناس هنا بتحبها إن شاء الله بتتجمع. كل سنة بنعمل مجتمع كده، بنجتمع ونعمل عزومات وكده في رمضان الشهر الكريم طبعا، عشان كده فبنعمل عزومات في كل قرية من هنا 1 لقرية 8، وإحنا هنا بنشتهر طبعا المشروبات معروفة، الأبريق والأرديب، الأبريق طبعا من المشروبات النوبية، وعندنا هنا طبعا الاكل والشرب طبعا، في الخماريت ده معروف طبعا ان هي السنايس وكده، وبنعمل حاجه اسمها الاتر وبنعمل وكده، يعني الاكل النوبي المشهور يعني.
يعني بنشكر محمد رفعت حقيقة أن هو حطنا في الأجواء النوبية بقى دي، لأن شعب جميل قوي وطيب، أنا بحب فيهم الطيبة والسماحة وبشوشين كده، محبين المصريين في كل حتة في مصر، كل واحد ليهم له خصوصيته، وإحنا كده بنتحط في حاجة واحدة مع بعض كلنا، لكن صحيح. كل مكان زي الأسر الصغيرة في كل مكان، كل محافظة لها طبيعتها اللي موجودة ومختلفة. لا بس أسوان تحديدا أنا المكان المقرب إلى قلبي، يعني فكرة اللي أنت عاوزة تعملي مديتيشن، عاوزة تعملي استرخاء، روحي وتأمل كده، روحي اقعدي في أسوان والله، افتحي بس البلكونة كده، النيل حتى هناك شكله مختلف، حقيقي مبهج، حقيقي والناس طيبين، ده حقيقي. طيب احنا حلقتنا خلصت النهاردة، هنشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر.